طبعاً مش مسكين ونشوف يا 18 20 22 عام سيكون يعني عطشان باش ينجح المشاريع ديالو أو المشروع ديالو. شكرا على وجودكم معنا اليوم. كيف ما كتعرفوا بعد انطلاق او بعد عوده المخيمات السنه السابقه كيف ما كتعرفوا المخيمات كانوا مغلوقه لمده سنتين فاش كان الكوفيد. اليوم السنه السابقه كانت عوده المخيم وهذه السنه بالطبع التحدي هو ان تكون واحد المراجعه حول يعني البرنامج البيداغوجي المقترح داخل المخيمات، لان كنعتبروا بان مع التطورات اللي كيعرفها العالم ومع التطورات حتى اللي كيعرفها المغرب نعتبر بان المنتظر او المطالب ديال الاطفال ديال الشباب تغييرات او تطورات، وبالطبع خصنا نواكبوا هذا التطور وهاد المطالب ديال الطفل والشباب ديال الاطفال وديال الشباب. ولهذا بالطبع نظمنا هذا اللقاء اليوم مع الشركاء ديالنا باش نحاولوا نراجعوا ما ممكن يعني تكون ما ممكن اي برامج يمكننا نقويوها من اجل الشباب ومن اجل الطفوله، الا والتحدي هو نحاولوا من هذا المخيم من هذه السنه تكون واحد القفزه نوعيه في هذا المجال. ثانيا كنعتبروا بان المخيمات هو واحد المجال للتعارف، كتعرفوا بان 120 طفل اللي كيجيو من جميع الجهات والاقاليم المملكه لابد ان يكون هناك تبادل ثقافي ما بين الطفل ديال الشمال او والجنوب، وهي فرصه مره اخرى باش نقويو ذاك يعني التشبت بالتمغربيه بالثقافه المغربيه الغير ماديه ونقويو ذاك هاد يعني الوجود ديال المجال الثقافي. والنقطه الاخيره كنعتبروا ان المخيم هو واحد المكان بالطبع باش ذاك الطفل وخاصه الشباب باش يعني يكتشفوا المواهب ديالهم، واعتقد ان حان الوقت باش المخيمات تولي كتلعب الدور ديالها بطريقه ايجابيه. وهنا فاش كنتكلم على الدور يعني الدور باش ندفع الشباب ديالنا الاطفال ديالنا باش يمشيو ابعد ما ممكن في الاحلام ديالهم في المشاريع ديالهم، وهاد المشاريع وهاد الاحلام باش يبقاو احلام راه كيبداو في الطفوله وعند وكيكملوا عند الشباب. وحنا خصنا نواكبوا الدور ديالنا كقطاع الشباب هو نواكبوا هذا الحلم باش نحاولوا بالطبع يعني نوصلوا ذاك الطفل ذاك الشاب باش غدا يرفع التحديات كلها اللي امامه اللي غينقاها امامه، لان الحياه بالطبع فيها كذلك اشكاليات. خص المخيمات خص وزاره الشباب يعني بجميع البرامج اللي كتقترحها يعني تواكب هذه الاشكاليات اللي كيعاني منها الطفل والشباب، وتعلموا بالخصوص ان ولو هناك تحديات ولو هناك اشكاليات يبقى متثبت بذاك الحلم وذاك المشروع اللي بغى يوصلوا مهما كان هذا المشروع يكون رياضي ثقافي مقاولاتي. المهم هو انه يبقى متثبت بذاك الحلم ديالو وباش يوصل الاهداف اللي بغى لراسو ولبلادو. شكرا. خشنا مع قطاع الماليه هذا المجال لان هذا الارتفاع هو معروف بالطبع، والوزاره كتواكب معنا هذه الاشكاليه باش تجاوب باش ديبوندامون داك الزياده اللي تزاد في السوق الا وغتواكب معنا هذه العمليه. مخيم نروره كانت شركه الوصيه نعم. دارت واحد البيان قالت ان مخيم نروره في هذه العمليه ما كاينش. نعم. واش كاين ولا ما كاينش؟ الحقيقه هو كاين اشكاليه في المخيم ديال الروره. علاش؟ لان الوزاره استثمرت في المخيمات يعني هاد المخيمات جداد وكيعرفوا واحد التطور رائع وملموس، لانه كاين واحد الفرق ما بين اليوم المخيمات الجديده والمخيمات التقليديه. واللي خصنا نعرفه هو مخيم هرهوره جا في واحد المكان اللي ما ممكنش تكون فيه بنايات لان تبع لي زو ايفوغي، وزائد على الاشكاليات الاداريه والقانونيه اللي كيعرف. فاليوم الفكره شنو هي؟ هو احنا كنفكروا مع الشركاء ديالنا باش نحولوا مخيم الهروره لمكان اخر ولكن في المنطقه. حنا كنشوفوا واش مازال هناك يعني امكانيات ديال استثمار جديد في الاقليم يعني ديال الهروره. نعم في مكان اخر ولا في الغابه ديال الهروره؟ لا ما يمكنش نبنيو، لان ما يمكنش اليوم كنتكلموا على مخيمات طريقه جديده. هاد المخيمه جديده فيها هاد لي كابانون فيها شويه البني في البني في الغابه غير يعني القانون كيمنعو، ولكن كنفكروا باش يعني نبعدوا شويه من الهروره يبقى دائما ذاك المفهوم ديال قدام البحر وقريب للشباب اللي هنا اللي كيمشيو المخيمات هنا في مدينه الرباط او الجهه الرباط ككل، وباش نحاولوا نتفاداو هذه الاشكاليات الاداريه اللي كنعيشوها اليوم. كان هناك لقاء وحاولنا يعني نبسطوا العلاقه ما بين المكونات كلهم ديال الكشفيه، وكان هناك يعني تجاوب ايجابي من طرف جميع المكونات، وحنا كان هناك بلاغ مشترك ما بين الرابطه اعتقد الفدرالية والجامعه، واليوم يعني نواكب المجال الاداري باش نسهلوا على الجمعيات اللي يعني قدمت الرغبان ديالهم باش ينخرطوا في الجامعه. كنواكبوا عمد العمليه باش
التحدي هو يعني في هذه السنه ان شاء الله تولي جامعه واحده اللي تكون شريك اساسي للوزاره ونمكنوها كذلك من الامكانيات باش تقدر تجاوب مع المتطلبات ديال الاطفال. نحن على ابواب دخول المخيمات الصيفيه، وزاره الشباب والثقافه والتواصل قطاع الشباب الجامعه الوطنيه للتخييم شريك اساسي، نحن كفعاليات مدنيه نؤطروا هذه المخيمات بطبيعه الحال، اكيد بان المخيم فضاء للتعلم، فضاء للترفيه، فضاء للتكوين، وفضاء لممارسه التربيه على القيم واساسها التربيه على حقوق الطفل. الابداع بطبيعه الحال والمشاركه تاتي كذلك في هذا الاطار. اليوم هذا اللقاء ديالنا من اجل وضع برنامج او برامج جديده، الاساسي فيها مع القطاع الوصي هو خلق منظومه تربويه اكيد ستكون في خدمه الناشئه، كلنا بطبيعه الحال مع الطفوله المغربيه من اجل طفوله قادره متمكنه لها من المهارات والامكانيات ما يؤهلها للفرح كذلك والتنشيط مع التعلم والابداع من اجل طفوله بطبيعه الحال مبتسمه عاشقه للوطن، لها كل الرغبات التنشيطيه ولها كل الامكانيات حتى تتاح لها كما قلنا مخيم في فضاءات جديده تتحمل فيها طبعاً حال الوزاره والجامعه التأطير والتكوين. اولا المخيم فضاء للتنميه والمشاركه، وطبعاً حال من المراحل كاين خمسه المراحل، غتبدا المرحله الاولى من 6 يوليوز وغتنتهي في 5 شتنبر، بمعنى 60 يوم ديال التخييم، واكيد بان 200 الف مستفيد ومستفيده هذه السنه هذه سيكون له اثر ايجابي جدا على الناشئه بحكم ان المخيم هو مؤسسه للتنشئه الاجتماعيه.